السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ بقى الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الجو عندنا برد، مش عايزة اقول لكم، انتوا عارفين ايه من موقع هذا، بقول لكم بموت يا فخري. احنا بموت يا فخري، من كتر البرد، جو برد قوي. انا بقى حاسه النهارده كده، قلت ايه اما اقول لكم على اللي انا فيه. حاسه ان انا جبت وجع الدماغ لنفسي، اه والله العظيم، يعني حاجه كده. انا كنت مرتاحه، يعني انا كنت مرتاحه اجيب لنفسي وجع الدماغ والوش ووجع الدماغ. طيب تقول لي ليه بقى؟ اقول لكم ليه بقى، يلا لازم افتح معاكم. انا كنت قاعده في حالي، العيال اسم الله ربنا يخليه كبروا وخلاص، وابتدوا اللي يتعود يروح المدرسه لوحده، واللي ابتدى يغير لوحده، واللي ابتدى اقوم جايه جايبه قطط، يعني ده عقل. وغيري بقى للقطط، ونضفي القطط، ونضفي مكان القطط، ولازم ترشي برفان كده عشان ما يطلعش ريحه الحاجه بتاعه القطط، وموال ما يعلم به الا ربنا. طبعا الحمد لله، يعني هقول لكم ايه، بس تعرفين بقى بيهون عليا ايه، حته ان هم لما يجوا بقى بالليل بقى والاقيهم ايه، يعني يقوموا ايه جايين فردين نفسهم ايه على رجلي، ويقوموا نايمين، ويلاقوا يختاروا ان انا لوحدي اللي في البيت تقريبا بقى، علشان خاطر انا ايه اللي معاهم طول النهار، فتعودوا عليا جو برد جو برد، عشان اتعودوا عليا فبيقول لي انا لوحدي بقى، يقوموا جايين قاعدين على رجلي. انتوا عارفين بقى الام بقى اللي ايه، اللي تفضل تبهدل في عيالها طول النهار، طول انتوا يا عيال، انتوا عارفين لو ما لميتوش نفسكم هسيب لكم البيت وامشي، هطفش، لم نفسك، اعمل نفسك، ما اعرفش ايه. مجرد يعني ما العيال يجوا يناموا، يا حبايبي يا عيالي، تمسك بقى المنديل بقى وايه، وتقوم ايه متشحنفه. استنى اما اقلب لكم الام اللي بتتشحنف. يا حبايبي يا عيالي، ده كانوا قاعدين زي الملايكه، انا اللي ام مفتريه، وربنا انا ام مفتريه، باجي على عيالي وببهدلهم طول النهار طول النهار. العيال يعني غلابه وملهمش حس، وتبص تلاقي مجرد ما العيل ينام يصعب عليكي نفسك، ويصعب عليكي اللي انت عملتيه فيه طول النهار. هما دول يعني بقى بيصعبوا عليا ايه، بيهونوا عليا، لان هما بصراحه ما بيعملوش حاجه غير ان هما بيتنططوا وبيلعبوا، يعني الحمد لله رب العالمين، لكن بيهونوا عليا بقى ايه اللف وراهم. طبعا انا دلوقتي نازله في عز البرد علشان اروح اجيب لهم الاكل بتاعهم، الاكل بتاعهم، الاكل بتاعهم ده كان متوفر يعني الحمد لله، كان في محل عندي بيبيعه، كان في محل قريب مني بيبيعه وكان على طول متواجد، فانا كنت بجيب كده على اساس ان هو بقى جنبي، ما كنتش بجيب كميه، يعني كنت بجيب ايه على قدي. فجاه كده لقيته خلص، مش عارفه ليه، يا جدعان فين فين الاكل بتاع القطط، يا جدعان حرام عليكم، ما اعرفش. طبعا ما كنتش بهتم زمان للموضوع ده، حتى ما كنتش بروح الرف اساسا بتاع القطط. فابتديت بقى الاحظ ان هو بتاع النوع القطه اللي انا بجيبه مش موجود. فابتديت بقى عايزه اسال، فلما حبيت اسال، انتوا فاكرين الفيلم اللي هو بتاع زكي شان لما جه يقول له ايه، كان بيدور بقى على حاجه كده، يقول له هو بيدور على اكل الكلب، وواحد بيساله على مكان ويقول له ايه، توفلي شلاطه، يقول له مجازين امك، انا مش من شرم. انا فينيتي باجاستا دي موجنا كوبي توفلي شلافه، مجازين ديال توفلي شلافه. اصلا انا مش من شرم الحقيقه، مجازين توفلي شلافه. ايوه انا مش من شرم، انت ايه ما بتفهمش الانجليزي، انا مش من شرم. انا حبيت اسال، بحس ان انا اتعامل اتعامل معايا نفس الموقف كده، فين يا ست التوفلي والشولاطه بتاع القطط اللي هنا، وديتوهم فين؟ قالوا لي مجازين انا مش من شرم. لا طبعا، قال لي هو ده بس اللي موجود، قالوا لي هو ده بس اللي موجود، مفيش الا ده. طبعا اتضايقت واتحرق دمي. دلوقتي بقى انا رايحه مكان تاني بيبقى موجود فيه كل حاجه بقى، من الابره للصاروخ لاكل القطط، يعني موجود فيه حاجات القطط كلها. قلت بقى اروح واجيب لي بقى كميه كده، والرمل بتاعهم والحاجه بتاعتهم، واتوكل على الله وربنا يسهل كده بقى، اجيب لهم شويه كده حلوين واخليهم ايه ستوك عندي في البيت، ويرحمنا بقى من البرد ده. الحق اخش البيت واجيب حاجتي وايه ويلا يلا معلش كله بثواب، يلا الحمد لله، يلا نروح نشوف بقى الحاجه بتاعتهم والاكل بتاعهم ده شكله ايه واخباره ايه، ونروح على البيت على طول. دي كل الانواع زي انا دخلت المحل زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجه كده مهوله. هنا قسم الكلاب اهو، بس هم كلهم محطوطين مع بعض، وهنا الحاجات اللي هي عامله زي البلوبيف، حتى اللبن بتاعهم لقيته، لان هم ليهم لبن كده معين
ما بيسيب لهمش معدتهم. بصوا حتى الخضار، انا اول مرة اعرف ان القطة بتاكل الخضار، يعني في حاجات كده بالجزر ومعرفش وايه وحاجات كده غريبة سبحان الله. يعني تحس نفسك بتتمنى تكون قطة، بتتمنى تكون قطة يعني من كتر الدلع اللي هم مدلعينه. يعني حاجة جميلة. انواع طبعا هنا من انواع القطط، للاحجام كمان بيختلف، لو هي بيبي لسه صغيرة او كبيرة بتختلف من بعضها. بصوا الاشكال والالوان طبعا كلها حاجات طبعا جميلة قوي. بس المحل ده عيبه ان هو غالي شوية، الحاجة فيه غالية شوية بصراحة. بصوا دي حاجات كده ايه، بتديها لها كده لما بتحبي تلعبي معاها بتديها لها بايدك، حلوة عاملة زي الـ الحاجات اللي يعني ان هم ياخدوا عليك ويتعودوا عليك. دي طبعا بقى انواع واشكال من الف للياء. حتى لقيت الرملة عندهم كمية كبيرة قوي. بصوا ده عامل زي البلوبيف، بصوا الكميه صغيره بس بخمسة يورو ونص. وده اللبن اللي انا اللي سايله لكم عليه، حليب اهو، ازايز حليب بتبقى بقى للبيبيهات والحاجات دي اهي، ليهم نوع معين علشان ما يبهدلوش الدنيا يعني. ودي الرمله بقى بتاعتهم، دي كانت 11 لتر، كانت تقريبا 11، كانت بكام نسيت هشوف اهو دلوقتي. ال 11 لتر كانوا كنت بحاول اشوف الكميه قد ايه، 11 كيلو لقيتها اهي ب 11 تقريبا، كانت ب 11 يورو. حاجاتهم بصراحه احلى حاجه ان انا لقيت الكميه كتيره زي ما انتم شايفين، يعني ما احترتش فيها او تهت فيها، يعني ان الكميه كلها موجوده. دي بقى بالنسبه للحاجات اللي هي بقى تقريبا الكلاب اهيت. وبرده هنا برده في شويه حاجات البان وحاجات برده للقطط اهيت يعني بصوا ده تقريبا حليب اهو، واللتر بخمسة. يعني انا اجيب لنفسي انا اللتر بيورو واروح اجيب للقطه اللتر بخمسة. ايوه دي برضو حاجات برضو بتتاكل كده، برضو زي ما بقول لكم بتديها كده بايدك للقطه، جميله قوي قوي بصراحه، يعني بتخلي القطه تتعود عليك ان هي تحبك وتقرب لك وكده. دي بقى حاجات بقى بتاعت الكلاب العظمه والحاجات دي اللي هي اللعبه اللي بيمسك فيها الكلب وكده. اهي حاجات حلوه، واتبسطت ان انا لميت حاجتي كلها من مكان واحد، وخليت عندي ستوك طبعا في البيت عشان ما انزلش تاني في عز البرد. دي قطط برضو معينه ليهم حاجات سبحان الله. واحنا عندنا القطط تبص تلاقيها ملمومه كده حوالين كلكم عارفين طبعا بياكلوا يعني اي حاجه، وهنا تبقى متشعطط وبتلف الدنيا كلها عشان خاطر تجيب اكل القطه. انا في حياتي ما شفت كده بصراحه. انزلهم مصر وارتاح ولا اعمل ايه مش عارفه. بصوا هنا حاجات برضو حاجات جميلة قوي واشكال جميلة، بس اللي ضايقني في دول ان هي كميتهم خلاص. انا رحت جبت لهم حاجاتهم ياكلوها بقى بألف انا وشيفها يا رب. جبت لهم بقى شي سمك وشي تونة وشي فراخ، يعني روقت عليهم. يلا اشوفكم على خير بقى في جولات تانية خفيفة كده على قلبكم. يا رب يكون الواحد خفيف على قلبكم كده، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في جولات تانية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.